الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ جبت لكم النهاردة خبر جميل جدا جدا جدا. هو قديم شوية، مش قديم قوي يعني، بس برضو خبر جميل جدا جدا. عائلة مقداد او عائلة طيور الجنة، ربنا رزقهم ببيبي جديد، بيبي ما شاء الله زي القمر، اسمه سند، وان شاء الله ربنا يجعله سند يا رب بإذن الله. ما شاء الله البيبي يجنن، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بابا وماما قرروا يطلعوا مشوار ويسيبوا البيبي لعصومي ووليد. جبت لكم بقى الفيديو مع عصومي ووليد والبيبي الجديد، تعالوا نشوف هم عملوا معاه ايه. اما الرقم يا اما سوري يا معلم، هو ده مسترخي والله. وطلع عزاني من العمى ايمن ايمن معلم. اوكي حركات هاي، بدك تطلع ايدك، ما في تطلع ايدك. بسم الله بسم الله يا رب. بسم الله يا اما ده مسترخي. بقول لك ايمن ايمن معلم، حركات هاي بدك تطلع ايدك، ما في تطلع ايدك.